البعض ما زال يسأل، معقولة ما في عقاقير في المستشفى تعالج الحساسية؟ إحنا بعض الأغذية نبغى ناكلها ولكن تسبب إلينا مشاكل وإحنا نرغب فيها، فليش ما تقدموا عقاقير علاجية؟ بنرجع إلى المربع الأول وبنقول كما ذكرنا في الوقفة السابقة، أفضل حل هو تجنب مصدر الحساسية، لأن كل اللي بيسووه لك في المستشفى إنهم بيقدموا لك عقاقير وقائية ما تعالج المشكلة من جذورها، مثل الأنتيهستامين أو حتى في الحالات الصعبة جدا اللي يكون فيها حساسية مفرطة بيعطوك إبينفرين لحظة حدوث تلك الأعراض اللي يمكن تخليك تدخل إلى الآي سي يو، خوفاً من أن تتطور الحالة وتؤدي إلى ما هو أصعب من ذلك، يقول لك خذ الإبينفرين. في الجانب الآخر أذكر إليكم بعض الأغذية ما تظهر بشكل مباشر على أنها مسبب للحساسية، ولكن تكون مقترنة بالأنشطة الرياضية. بعض الأغذية تسبب لك مشاكل تظهر كعناوين فيها أعراض للحساسية بعد ممارسة الرياضة، ولهذا احنا نقول بعض الأغذية إذا كانت تسبب لك مشاكل بعد ما تمارس نشاط رياضي معين فهي إذن مندرجة تحت ما نسميه بالأغذية المقترنة بالإكسرسايز، فلاحظ هذا الأمر بشكل دقيق.